فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ومن ما يدل على كراهية النبي صلى الله عليه وسلم للاختلاف ما وقع في هذا الحديث من ابن مسعود مع الرجل الذي قرأ آية من القرآن فعلى وجه يخالف ما يعرفه ابن مسعود، فأمسك به وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع قراءة ابن مسعود وسمع قراءة الرجل، وقال كلاكما محسن، وكره صلى الله عليه وسلم ما حصل بينهما من الاختلاف.